نحن. سأشق طريقي إلى المركز العصبي لهذه المركبة المتطورة. هيل هوب. أحيانا يكون الحجم الصغير عائقا. سأجري تعديلا صغيرا تكون نتائجه كبيرة. لو استطعت إعادة توجيه آلية الاحتواء التفاضلي ثم ربما استطعت أن تغدر بي أيها الأخطبوط، لكنني مستعدة لك الآن. تعال وقاتلني. كابتن مكيب. فضائي آخر. مهلا صبي، ربما فقدت عقلي فعلا. لا أصدق، أنا في مركبة فضائية مع بيتس مكيب. أسر دوما عندما ألتقي بأحد المعجبين أيها الفتى الفضائي. من أشد المعجبين. واو، جوين فتاة هذا. استطعت اختراق الأنظمة لكنني لم أستطع اختراق الفايروول. حسنا، يبدو مهما. احذر يا جدي. هل أفسدت الأمر؟ لا، بل اخترقته. أنت محظوظ يا جدي. لنرى ماذا سنفعل لإعادة بنو المركبة. تحذير، انخفضت قوة دفع المحرك إلى 70%. يحاول أحدهم أن يوقفني. أتخبرني أن المدعو فيلجاكس يريد مركبتي؟ إنه سيء. علينا إيقافه وبسرعة. قف جانبا أيها الفتى. يمكنني فعلها. انتظر، سأجد شيئا أكبر. أظن أنه لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا. مرحباً بن، أتسمعني؟ جوين، اخترقت أنظمة توجيه المركبة وفيلجاكس منعني من التحكم بها. أتستطيع الدخول إلى غرفة القيادة؟ هذا ما نحاول فعله. هل يمكنك فتح الباب؟ حالاً. طيب يا كابتن مكيب، سأتولى فيلجاكس وستتولين التحكم. أرح نفسك، سوف ألقن ذلك الحيوان الفضائي درساً لن ينساه. ماذا؟ لا بن، فتحت الباب. مرحباً فيلجاكس، اكتسبت سمرة جميلة. سمرة؟ حان الوقت لتنال بيتس من الشرير. كابتن، لم أنتهي، علي فقط أن أستريح. عدنا إلى واحد ضد واحد أيها الطفل. في الواقع 10 ضد 1. دايموند هيد. مختلف لكنه يعجبني. أنت كن حذرا، ألا تعرف خطورة قلب محرك المركبة؟ هذا ما أسعى إليه. ماذا؟ رائع، شكراً على الشحن، وها قد عدت إليك. حيلك هذه لن تفيدك. ربما أنت محق هذه المرة. أوتش. كوين، أحتاج للمساعدة. لدي فكرة. تمسك يا بن. كيف يساعد هذا يا كوين؟ واو، لن تنال أي مساعدة. هاي، اتركني. بكل سرور. شكراً. انتبه. لا، لا تزال ضعيفاً أيها البشري، وحدك لا تساوي شيئاً. من الجيد أنه ليس وحده إذن. لن تنتصر هنا أيها الأحمق. كابتن مكيب محقة. كوين، افتح الباب. ماذا؟ واختلاف الضغط؟ متأكد؟ ثقي بي بسرعة. تمسكي بشيء ما يا كابتن. ماذا؟ لا. فكرة رائعة أيها الفتى. واو، ماذا؟ هي أفلتني. لن تنجو من غضبي بفعلتك أيها الصبي. لا. يا، عليك أن تزور طبيب أسنان. خذ. مستحيل. بل ممكن، لم أكن أعرف ذلك. حقا، بعد كل ذلك لا يمكننا الهبوط بسلام؟ فقدتم جناحا وفقدت أنا التحكم بالمركبة. لن أصاب بالذعر. يمكنني توجيهها يدويا. أيمكنك صنع جناح جديد لنا؟ علم وينفذ. لدينا فرصة لفعل هذا، لنري الناس عرضا جيدا. والآن جناح طائرة رائع ومتين. حسناً كابتن، الأمر لك. رائع، فلنريهم كيف يتم الأمر. تمسك أيها الفتى.